عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله ده اول حصة في جراحة الجي اي تي، بعنوان الاناتوم بتاع الهرن. ان شاء الله نبدأ الهرن بإذن الله في أول كأول محاضرة يعني. ماشي. الجي اي تي طبعا بيتقسم الى اورال، من اول الاورال طبعا لغايه الانال كنال، كل حته كده، كل جزء هناخد في مره. طبعا اشهر حاجه فيها هي الهيرني، تمام. الهيرني يعني في ناس كانت بتقول من 39 و38 كانوا بيقولوا مش مهمين، لا هي مهمين حتى ككلينيكال، ماشي. بحيث برضو ان المناس اتغير، فالمناس اتغير ده انت ما تعرفش هو هيجيب لك ايه، تمام. فذاكرها ذاكرها كانها اهم موضوع، والباقي برضو تذاكره، تمام. تاني حاجة، بمناسبة بقى انت جايب مذكرة الدكتور الاحمدي، صح؟ انا هتابع معاك من كتاب الاسم، بس ما تقلقش. الفكرة ايه؟ ان انا شفت مذكرة الدكتور الاحمدي في الهرنية نفس الكتاب بالظبط، مفيش اختلاف خالص، تمام. طب لو في مثلا موضوع كتاب الاسم مزود عن دكتور الاحمدي، هكتبها لك في صفحة وانزلها لك على الجروب، بحيث ان انت تقرأ الصفحة وخلاص، تمام. تاني حاجة، ساعات برضو مذاكرة الدكتور الأحمدي، ساعات الدكتور الأحمدي كده ايه بيزود حاجة كلينيكية كده، ايه تفصيلة عملية، كومبليكيشن بتاع حينة، بيزودها كده ايه عن الكتاب. فانا هقولها لك برضو وانا بتكلم، وهقول لك برضو دي موجودة في المذكرة، عشان برضو لو حابب تزودها من في كتاب الاسم، او لو حابب انت معاك مذكرة الدكتور وبتقرأ منها مثلا، عشان اتعدى عليك وانت تبقى فاهم المعلومه يعني، تمام. عشان هي ممكن ما تكونش موجوده في كتاب الاسم، فهقولها لك برضو عشان تبقى ايه، تبقى فاهمها لو قريتها، تمام. بدايه الجي اي تي لازم ناخد طبعا طبقات الابدومين. طبقات الابدومين هي اول حاجه السكين، الحته الزرقاء دي السكين، ثم سكين بعده فاشيا، سوبرفيشال فاتي لير، ودي ممبرينس لير. سوبرفيشال فاتي لير بنسميها اسم، يعني اسم على مسمى والله. فاتي لير سميناها الكمبر فاشيا، كمبر واحد بيكمبر، واحد تخين، مكمبر يعني قاعد، فتخين فبيكون فات، يبقى سوبرفيشال فاتي لير، تمام. ثم دي ممبرينس سميناها سكاربس فاشيا، بص من اسمها سكار عملت ممبرين، دي ممبرينس لير، تمام. بعد كده نخش بقى على المصل، اكسترنال اوبليج، انترنال اوبليج، ترانسفيرسس ابدومينس، ماشي. بعد كده في فاشيه بتحوط الترانسفيرسس ابدومينس، هنسميها فاشيه ترانسفيرساليس. بعد كده هنلاقي البرايتال بروتينيه، بعد البرايتال بروتينيه هتلاقي الابدومينال كافيتي، بقى اللي فيه بقى السبلين والمعده والحاجات دي كلها، تمام. بعد كده يعني ايه برضو دي الابدومينال وول. برضو الابدومينال وول دي موجوده في مذكره الدكتور الاحمدي برضو، لو انت بتتابع منها فايه، فانا كده قلتها لك، تمام. نرجع نخش على تاني معلومة، ان ديت حاجة اسمها الانجوينال كنال. هناخد الاناتوم بتاع الانجوينال كنال، الكتاب ذاكره، فتعالى اقوله لك ايه الاناتوم بتاع الانجوينال كنال وليه بناخده. عشان هناخد حاجة اسمها الانجوينال هيرنيا، الانجوينال هيرنيا هتطلع من حاجة اسمها الانجوينال كنال، فلازم ناخدها، تمام. برضو ايه ده، هقول لك في حاجة هنا اسمها هنا الانجوينال ليجامنت. ما هو الانجوينال ليجامنت؟ الانجوينال ليجامنت هو الخط الفاصل ما بين الابدومين اند الصاي، هو ما بين بطنك وفخدتك، هو ده الايه ما بينهم كده، الانجوينال ليجامنت، تمام. ادي الانجوينال ليجامنت، حلو يا عم. ماله الانجوينال ليجامنت؟ اطلع فوق 2 سنتي او 4 سنتي فوقه كده هتلاقي حاجه اسمها الانجوينال كانال، حلو. يبقى كده الانجوينال كانال موجود فين؟ في البطن. وانت واخد يبقى كده هيعدي من عضلات البطن. عضلات البطن من عضلات اهي البطن، هيعدي من طبقات البطن. تعالى بقى بالراحه، الرسمه ديت انا شايل السكن والفش، هلاقي هنا اكسترنال اوبليج ماسل، انترنال اوبليج ماسل، ترانسفيرس ابدومينس ماسل، فاشيا ترانسفيرساليس، اند البارايتال بروتينيه، حلو. ببص هنا في حته الانجوينال كانال، لقيت فيها فتحتين، فتحه هنا عند الفاشيا ترانسفيرساليس، وفتحه هنا عند الاكسترنال اوبليج. سميت الفتحه اللي عند الاكسترنال اوبليج اكسترنال انجوينال رينج او سوبرفيشال انجوينال رينج، ماشي. سميت الفتحه اللي عند ترانسفيرساليس فاشيا، هنسميها او الفاشيا ترانسفيرساليس ديب انجوينال رينج، ماشي. السوبرفيشال انجوينال رينج انا سميتها سوبرفيشال عشان، او سميتها اكسترنال عشان هي موجوده في الاكسترنال اوبليج، انما الديب ما سميتها ديب عشان هي ديب للسوبرفيشال، تمام، فاهم، تمام. بعد كده لقينا ما بين التو رينج دول لقينا في كنال اهي، الكنال ديت طولها 4 سم، ماشي.
ماشيه اوبليج، ماشيه في حودان كده، بتحود قاعده تحود، مش ماشيه مستقيم، مش مستقيمه كده، لا بص اعوجاج اهي اهي اهي، بتاع معوجه كده تمام. والاعوجاج ده الحمد لله من رحمه ربنا، هقول لما نيجي ناخدها برضو. ماشي ماشي. ليه ده كله؟ هقول لك بالراحه. في اورجان كان فيه هنا فوق اسمه اورجان اسمه التستس، وانت صغير عايز ينزل لحته اسمها السكروتم. طب هينزل من الابدومن، عشان يوصل للسكروتم لازم يخترق الابدومينال لاير. هيخترقها ازاي؟ لازم يخترق عن طريق فتحه ويمشي عن طريق كنال ويطلع من الفتحه ديت يقعد في السكروتم. حلو حلو. طب الفتحه هنا في الفاشة ترانسفيرساليس، لما يجي التست تعدي هتلاقي البرايطه البروتينيه، اوبا البرايطه البروتينيه ما فيهاش فتحه، فالتستس وهي نازله هتروح جايه واخده البرايطه البروتينيه ونازله ونازله بيها في الفتحه بتاعت الفاشيه ترانسفيرسالس. مش فاهم، اقول لك بالراحه. ادي يا عم الديب، الديب انجوينال رينج، وراها البرايطه البروتينيه ما عندهوش فتحه، يعني ديت الفاشيه ترانسفيرسالس وادي الفتحه بتاعتها اهي، وراها البرايطه البروتينيه اهي، الفاشيه ترانسفيرسالس والبرايطه البروتينيه اهي، الفتحه هنا اهي. حلو. وهنا مفيش، والتستس هنا اهي. عايزه التستس بقى تعدي من الفتحه ديت عشان تروح فين؟ عشان تروح تروح للفتحه ديت بقى وتنزل للسكروتم هنا. حلو. هعملها ازاي؟ هقول هاجي اعدي هلاقي البرايطه البروتينيه في وشي، هروح جاي واخده، واخده كده وزقه، زقه معايا كده، زقه زقه مدخله جوه، وامشي هنا 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 عن طريق، والحته ديت اسمها كنال الانجوينال ايه؟ كنال. وامشي هنا واروح جاي نازل للايه؟ للسكروتم. حلو قوي. انا كده نزلت بايه؟ نزلت عن طريق الفتحه ديت. التستس طبعا بملحقاتها اللي هي التستيكولار ارتري والفين والفاس ديفرنس والحاجات دي كلها، معاهم ايه؟ معاهم حته من البرايطه البروتينيه. البرايطه البروتينيه ما هو هتنزل، هتنزل اهي البرايطه البروتينيه، هيعدي عن طريق الفتحه هو التستس اهي، وشدت مع البرايطه البروتينيه. حلو اهي. تيجي رسمه تاني، ادي الديب وادي السوبرفيشال اللي في هنا كان برايت البروتينيه، خدتها هيت التستس، خدتها هيت ونزلت بيها تحت اهو في السكروت. يبقى كده السكروتم يحتوي على التستس والبرايت البروتينيه اهو. حلو. طب ديت حاجه حلوه، الحمد لله حاجه حلوه الحمد لله. ايه هي الحاجه الحلوه؟ التستس كان بيحوطها في حاجه في الاناتومي اسمها ايه؟ التونيكا فاجينالس، فاكرها؟ ايوه فاكرها، ديت اللي كانت بتحمي التستس. حلو. بتحميها ازاي؟ طب بتحميها لان التستس راح جايه واخده فرض من البرايطه البروتينيه ونازله بيه عن طريق الفتحه، ونزلت بيه في التستس السكروتم تحوطها، فتسمت بالتونيكا فاجينالس. التونيكا فاجينالس هو برايطه البروتينيه بيحوط التست بيحمي. حلو. طب لو ما كانش فيه التستس مش هتحمي اي خبطه اي تعويره اي حاجه، فبالسلام. تمام تمام. طب كده انا عندي مشكله. لا ما تقلقش، ما فيش مشكله ما تقلقش، بس قول لي مشكله انت قلقان من ايه. انا قلقان هقول لك ايه؟ هقول لك كده انت عملت لي قناه صح، قناه ديت واصله السكروتم بالابدومن، مش هنا ده البرايطه البروتينيه، وادي التستس راح جاي غرزه تحت كده معاه. حلو. في هنا ابدومن، ابدومن تحتوي على انتستين. طب الانتستين ديت كح كحه هتروح جايه معديه من من الكنال ديت اهي اهي، وتقعد لك في السكروتم. لا الحمد لله، يروح تقوم بقى الحته ديت في وانت في الامبريولوجي يحصل لها ايه؟ اوبليتريتد، تقفل 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 تقفل، والحته ديت تسمى البروسيس فاجينالس. يبقى الحته اللي قفلت ديت هنسميها البروسيس فاجينالس، والحته اللي تحت هنسميها التونيكا فاجينال، والحته اللي فوق هتسمى البلبرايت البروتينيه العادي. مفيش اتصال ليه؟ مفيش اتصال عشان الحته ديت مقفول. طب لو كان في اتصال، لو كان في اتصال والحته دي مش موجوده، لوب من الانتستين هيروح جاي نازل عن طريق الديب انجوينال لينك ويمشي في الانجوينال كنال ويخش في السوبرفيشال انجوينال لينك ويمشي في السكروتم، عشان كده هنسميها الانجوينال هيرنيا اللي كنا بنسميها في المسالك في شابتر السكروتم السويلنج الكوميونيكيتنج هيرنيا لو فاكرها. كوميونيكيتنج هيرنيا وكوميونيكيتنج هيدروسيل، قلت لك الكوميونيكيتنج هيدروسيل لان الحته ديت تنتها فاتحه ماشي، والحته دي ضيقه لان الانتستين تعدي فيها، فالانتستين ما عدتش، بس ممكن ترشح ميه، ممكن شويه فلويد من الموجود في البروتينيا الكافيتي ينزلوا من هنا ويعملوا هيدروسيل، فالهيدروسيل هنا هتلاقيها كوميونيكيتد
ماليه الحته دي كلها. كوميونيكيتنج ما بين مين؟ ما بين الابدومين والسكروتم، كوميونيكيتنج هيدروسيل. وكنت قلت لك ممكن ما بين بدل الكوميونيكيتنج هيدروسيل نعمل حاجه اسمها الانجوينال هيرن، لو الحته دي اتوسعت شويه والانتستين تعرف تعدي هتعدي وتعمل انجوينال هيرن. فالحمد لله الحته دي بيت. فعشان كده لما ناخد الانجوينال هيرن بقى، ما دي اساسيات اهي بقى، لما ناخد الانجوينال هيرن هنعرف ان من سبب الانجوينال هيرن اول حاجه كونجينيتال بيتنت اوف البروسيس فاجيناليس. حلو، ادي واحد ماشي. بعد كده بقى جه الانجوينال كانال اهو ماشي، ونزل وسمينا الحته ديت اللي ماشي في الانجوينال كانال الاسبرماتيك كورد. حلو، هناخد بقى الايه الباوندريس بتاع الانجوينال كانال. اول حاجه تعالى بس نشيل الشخبطه ديت. بص يا عم، ادي الانجوينال كانال اللي محوطه بالخط ده، ده الانجوينال كانال اهي. حلو حلو، ادي انتيريور ليها اهو، وادي بوستيريور ليها اهي، وادي الرف اهوت اللي فوقها الحاجات اللي فوقها والحاجات اللي تحتها اقولها لك. هو الحاجه اللي تحتها هي الانجوين اللي جنب انت هوريها لك دلوقتي ماشي. ايه الحاجات اللي قدامها؟ اهي واحد اتنين المربع، ما هي دي الانجوين. المربع ده كله ده الحاجات اللي قدامها. يحتوي ايه المربع ده او المثلث ده؟ يحتوي على ايه؟ حاجتين اهي، ادي واحد اتنين. ايه الواحد ده؟ اكسترنال اوبليج ماسل ابونيوروزيس. ايه الحاجات ديت؟ انترنال اوبليج ماسل ماشي. وراها في ثلاث حاجات، اول حاجه من ناحيه لاترال اهيت يبقى اليو انجوينال فيزل، من ناحيه ميديال اهيت ما ايه اللاترال ديت؟ ما هنا مش هنا فيه، شفت لك هنا الانجوينال ليجامنت. الانجوينال ليجامنت دي رابط ما بين انتيريور سوبيريور اليك سباين اند البيوبر تروبيركل. بيوبر تروبيركل دي ناحيه ميديال، يعني كل حاجه هنا ناحيه ميديال وهنا ناحيه لاترال، يبقى بوستيريور من لاترال تو ميديال اول واحده الاليو انجوينال فيزل. وادي برضو البوستيريور ريليشن الحته دي اهي، الحته دي اي حاجه ماشيه في الحته دي اهي، ايه الحاجات اللي ماشيه في الحته ديت؟ ادي واحد من ناحيه لاترال اليو انجوينال ايه ليجامنت، اليو انجوينال فيزل ماشي، اليو جاستريك انفيريور بجاستريك فيزل، اليو جاستريك انفيريور بجاستريك فيزل، معلش انفيريور بجاستريك فيزل من ناحيه لاتر ماشي. ماشي، في حته كمان هنا ديت، الحته الزرقاء ديت 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 اسمها الايه الفاشيا ترانسفيرزاليس. ماشي، في حته كمان هنا هيت اسمها الايه الحاجه اسمها الكونجوينت تندون. كونجوينت تندون جاي منين؟ جاي ما بين الترانسفيرسس ابدومينال ماسل والانترنال اوبليك ماسل، الاثنين كده اتحدوا مع بعض هنا ورا الانجوينال كانال، اتحدوا مع بعض عملوا حاجه اسمها الكونجوينت تندون. تمام، الكونجوينت تندون ماشي. يبقى كده الثلاثه ورا، اول واحده لاترال انفيريور ايبيجاستريك، ميديال كونجوينت تندون، وكمان في حاجه اسمها الفاشيا ترانسفيرسالس ابدومينال، في اثنين اكسترنال اوبليك وايه وانترنال اوبليك. حلو، الرف بتاعها يعني الفلور، يعني الرف اللي هو الحاجه اللي فوقها، حاجه اللي فوق القرش، القرش بتاع المصل دي الفتحه اللي فوق دي، القرش بتاع كل مصل. حلو، طب الفلور بتاعتها الارضيه بتاعتها طبعا تحتها في الانجوينال ليجامنت. بس تعالى بقى نقراها، ادي الكتاب اهوت، الكتاب الانجوينال هيرني اهوت. ان شاء الله هناخد الحته دي لما نشرح الهيرني بقى ماشي. اهم حاجه السيرجيكال اناتومي، اول حاجه الانجوينال كانال طولها 4 سم فوق 2 ل 4 سم فوق الانجوينال ليجامنت زي ما اتخذت دوت، تمتد ما بين الانترنال انجوينال رينج اند سوبرفيشال انجوينال رينج، تحتوي على الاسبرماتيك كورد في الميل. طب في الفيميل؟ لا في الفيميل، في انا ما بقولهاش في الفيميل عشان الفيميل في حته صغيره بس، خط صغير بس ماشي، في اللي اسمه الراوند ليجامنت في اليوترس. تمام ماشي، اهم حاجه بس انا باخده في الفيميل عشان الاسبرماتيك كورد دي حاجه كبيره، فالانجوينال رينج في الميل كبيره باينه واضحه، اعرف اجيب اللي قدامها واللي وراها واللي فوقها واللي تحتها، انما الراوند ليجامنت ده خط يعني خط صغير، حبل ماشي، فاهم ولا شايفه اصلا ماشي. اول حاجه انتيريور قلت لك اثنين، اكسترنال اوبليك انفيريور الانترنال اوبليك. حلو، البوستيريور قلت لك لاترال انفيريور ايبيجاستريك، ميديال كونجوينت تندون اهيت، ثم ايه البوستيريور كلها فاشيا ترانسفيرساليس، سوبرفيشال الكونجوينت تندون بيقول لك الكونجوينت ماسل بقى اللي هي دي الحته اللي هم دول ماشي، هم القرش بتاع العضلات دي، يعني هو المفروض القرش بتاع العضلات بس، خلاص الكتاب ذاكر لك الاثنين ماسل دول اللي هو الترانسفيرس ابدومينال ماسل والانترنال اوبليك والكونجوينت، قال لك الكونجوينت برضه فوقها، خلاص ماشي ماشي ماشي، يبقى الكونجوينت ماسل اللي هي الانترنال اوبليك اند الترانسفيرس ايه ترانسفيرس ماسل. تمام،
يبقى تاني من فوقها مين؟ المصل دي والمصل دي. طب ما المصل دي عامله اهي ارش، خلاص عايز تكتبها اكتبها، مش عايز ما تكتبهاش براحتك، كتاب من الذاكره بس اكتبها انت. كونجيوينت مصل اللي هو ايه؟ انترنال اوبليك والترانسفيرسس ايه؟ مصل. ماشي. انفيريور، انفيريور طبعا الجوينا اللي كمان تاي. تمام. طبعا في حاجه اسمها اللاكيولار ليجامنت ميديال برضو، اللاكيولار ديت ليجامنت كتاب من الذاكره اهوت، بس اللاكيولار ليجامنت ديت هتلاقيها موجوده فين؟ بص ده الفيمورال، ده الفيمورال ارتري بيطلع باكسترنال الياك، اكسترنال الياك بينزل بفيمورال، الاكسترنال الياك ارتري هينزل ينزل تحت بفيمورال ارتري وفيمورال فين، والاكسترنال الياك فين هينزل بفيمورال فين. حلو. جنب الفيمورال فين في حاجه اسمها في فتحه هنا اسمها الفيمورال ايه كانال، الفيمورال كانال في حته ايه محوطاها كده اسمها الايه اللاكيولار ليجامنت، هنا اللاكيولار ليجامنت بالظبط اهو، وديت الانجوينا الكانال اهي، دي الانجوينا الكانال اهي اهي. بيقول لك تحتها في الانجوينا الايه، وده الانجوينا وده دي الانجوينا الكانال، وفينا طبعا الليجامنت اللي هو اسمه الايه الانجوينا الليجامنت. فتحت فتحت الكانال ديت اول حاجه قال لك الانجوينا الليجامنت، وقال لك الابر بارت بتاع الايه اللاكيولار اللاكيولار ليجامنت، عشان برضو تعرف يعني فين اللاكيولار ليجامنت، ده اللاكيولار ليجامنت ده الابر بارت بتاعته اهوت ماشي تحت تحت وموجود تحت الانجوينا الكانال. يبقى الانجوينا الكانال اهيت تحته الانجوينا الليجامنت، وتاني حاجه الابر سيرفيس اوف الايه اللاكيولار ليجامنت ناحيه ميديال، عشان هنا سيفيس بيوبس فدي ناحيه ميديال اهي. تمام ماشي. ادي الديب انجوينال، نيجي ناخد حته كمان، ادي الديب انجوينال رينج سوبرفيشال انجوينال رينج. حلو ماشي. طبعا ما بينهم الانجوينال كانال وخدنا الباوندرز بتاع الانجوينال كانال، تعالى ناخد الرينج. الرينج هنا واحد ده الديب ماشي، هنجيبها ازاي؟ بيقول لك لها ايه، لها يعني تعريف، هي اوفال ان شيب ماشي، بيبقى عامله ازاي؟ بص مكانها فين؟ بص عارف ده الانجوينال ليجامنت، الانجوينال ليجامنت ده ما بين السيمفيز بيوبس هنا، ده السيمفيز بيوبس اهوت، وهنا في البيوبك تيوبيركل، ده البيوبك تيوبيركل اهوت، وده السيمفيز بيوبس، وهنا الانتيريور سوبيريور اليك سباين. يبقى الانجوينال ليجامنت جاي ما بين الانتيريور سوبيريور اليك سباين اند السيمفيز بيوبس. حلو. في النص سهلة تعرف تجيب نص الليجامنت عشان هو موجود على يعني الخط الفاصل اقف في النص كده عنده، اطلع فوق بس يعني اطلع فوق، كان بيقول لك نص انش، نص انش اهو بس يعني. يبقى انت جبت كده الديب انجوينال رينج. ليه بقول الاناتوميكال بوزيشن؟ عشان لما نيجي في تيست اسمه الانترنال انجوينال تيست، لما نحط ايدينا جوه الانجوينال الديب انجوينال رينج لازم نعرف مكانه. مكانه اهو نص انش اباف الميد انجوينال بوينت. ايه الميد انجوينال بوينت؟ ده البيتوين السيفيس بيوبس اند الانتيريور سوبيريور يقول لك ايه سباين. تمام تمام. طبعا وديت الانفيريور اي بي جاستريك فيزل ميديال ليها، دي سيفيس بيوبس يبقى كل دي كله ميديال، وديت الديب انجوينال لينك الحته دي كلها كده احنا رايحين ناحيه الميديال، فمين ميديال لمين؟ دي ميديال لدي، يبقى دي لاترال لدي بس يعني يلعبك يلعب في الاسئله بقى زي ما هو عايز. تمام. وده سوبرفيشال انجوينال لينك رينج عامل ازاي؟ تريانجولار ان شيب، جاي منين؟ من الاكسترنال اوبنيوريز، فاتحه في الاكسترنال اوبليك مصل. تمام تمام. هنجيبه ازاي؟ ادي البيوبيك تيوبيركل، فوق البيوبيك تيوبيركل وناحيه ميديال، يبقى فوق وميديال بس يا عم. خلاص تمام تمام. وادي دي رسمه برضو للي هي للانجوينال كانال برضو كروكي. بص يعني ادي الديب انجوينال رينج طبعا بيبقى موجود على الفاشيا ترانسفيرسالس، والسوبرفيشال انجوينال رينج موجود على الاكسترنال اوبليك مصر. تمام. وادي الانجوينال كانال اهو، بص بيبقى ماشي اوبليك ازاي؟ اهو اوبليك اهو معرج اهو معرج. تمام. مش ماشي مستقيم. هقول لك بقى الفكره، الفكره ان هو ماشي معرج ده ليه؟ لان لو في حصل هرنيا مثلا، فالحمد لله الهرنيا مش مستقيمة، الفتحة دي لو كانت مستقيمة كانت الهرنيا عدت منه، لا ده الانتستن على عشان يجي يطلع من هنا ماشي هيطلع لازم يحوي كده ويروح جاي يحوي كده وينزل تحت كده، فهتبقى صعبة شوية. تمام. الحمد لله اللي هي اوبليك عشان حوار الهرنيا دي، عشان ده أشهر حاجة اسمها الانجوينا الهرني، أشهر حاجة اسمها الانجوينا، أشهر حاجة في الحوار دي الانجوينا الهرني.
فمن رحمه ربنا اللي خلاها اوبليج مش مستقيمه، ده لو مستقيمه كان كله جاله هرني، لا الحمد لله هي اوبليج فتقلل من حدوث الهرني شويه. تمام، ادي دي الانجوانا الكنائيه، الحته دي كلها انتيريور ليها، الحته دي كلها بوستيريور ليها. الانتيريور ليها ديت قلت لك اتنين، نعمل خط كده الاول بس، الانتيريور ليها الحته دي الجزء ده كله، الجزء ده كله اهو يعني ده الانتيريور ليه. انا شايف ايه؟ شايف اول واحده الانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك، ووراها اهو ادي يا عم وراها اهو ماشي، وراها الحته دي كلها. مين اللي موجود في الحته دي كلها؟ كان في هنا اليو انجوينال انفيريور ايبيجاستريك فيزل، هنا الكونجوين تندون، وفي واحده كده اسمها حاجه اسمها الريفلكس انجوينال ليجامنت مش عايزينها دلوقتي. تمام تمام، دي رسمه برضو توضح لك الايه الاناتوميكال بوزيشن بتاع الانجوينال ليجامنت. تمام، طب تعالى ناخد حاجه تانية، حاجه اسمها الهاسلباخ تراينجل. هاسلباخ تراينجل، هاسلباخ تراينجل ايه فكرته؟ ادي الديب انجوينال ريجامنت طبعا هيمشي كده في الانجوينال كانال طبعا، ويمشي في الاكسترنال، وهنا احنا شايلين الحاجات دي كلها ماشي. لقينا في تراينجل هنا سميناه الهاسلباخ تراينجل ماشي، واحد اسمه هاسلباخ سميناه التراينجل من اللي سماه، واحد عالم اسمه هاسلباخ سميناه على اسمه هاسلباخ تراينجل. حلو، ايه الاناتوميكال بوزيشن بتاع الهاسلباخ تراينجل؟ اول حاجه فوق، بص ايه في ميديال ومين لاترال برضو بالاول، ادي بص 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 الحلق الترانسفر ده انجوينال ليج جاي من الانتيريور سوبيرو الى الكسباين اند السيمفيز فيو، بس السيمفيز فيو سوي يبقى دي ميديال، يبقى ده كله ميديال وده كله لاترال مش هنيجي هنا ميديال هنيجي هنا لاترال. تمام تمام، يمشي بقى معايا هنا ناحيه لاترال ناحيه ميديال اهو، هنا ميديال، ميديال ايه؟ الريكتس، هلاقي الميديال للمثلث ده الريكتس ابدومرس او الريكتس تشيس ماسل. حلو حلو، فوق ولاترال، فوق اهوت وناحيه لاترال هلاقي ايه؟ اهي الفيزل ديت اسمها ايه؟ انفيريور ايبيجاستريك فيزل. طب تحت المثلث، تحت المثلث الانجوينال ايه؟ ليجامنت، يبقى تحت الانجوينال ليجامنت فوق لاترال يبقى الايبيجاستريك انفيريور ايبيجاستريك فيزل، وناحيه ميديال اللي هو الريكتس ايه؟ تشيس. تمام، بس ده الهاسلباخ تراينجل. ايه لازمته هاسلباخ تراينجل ده؟ بيطلع منه نوع من الانجوينال هيرنيا اسمه الدايركت انجوينال هيرنيا. اقف هنا بقى، يبقى كده لو لقيت هيرنيا طالعه من الهاسلباخ تراينجل هسميها دايركت انجوينال هيرنيا، طب لو لقيت هيرنيا طالعه من الديب انجوينال ليجامين هسميها ها الدايركت انجوينال هيرنيا. مش قلت لك بقى الهيرنيا بقى الانتستن هيمشي عن طريق الديب ويمشي في الانجوينال كانال، يبقى كده هيطلع من عن طريق الديب، هيطلع من عن طريق الديب ويعمل هيرنيا اسمها الدايركت انجوينال هيرنيا. اقف هنا، انا ليه سميت دي الدايركت وليه دايركت؟ هقول لك لان اللي هنا الدايركت انجوينال هيرنيا ده نتيجه دي ماسل الحاسل باخت راينجل ديت، هي بيقولوا تقريبا يعني هي جايه عارف الابونيوروسيس اللي هو الكونجوينت تندون ما بين الاكسترنال اوبليج والانترنال ترانسفيرسس ابدومينوس والانترنال اوبليج، لما عملت حاجه اسمها الكونجوينت تندون، بيقول لك الكونجوينت تندون ديت من محتويات الهاسلباخ تراينجل. بيقول لك ان الهرنيا اللي بتحصل هنا نتيجه ضعف الكونجوينت تندون اللي هو المصل ده، المصل اللي اتحدوا مع بعض، الاثنين مصل اتحدوا مع بعض عملوا، بيقولوا عملوا الهاسلباخ ترينج. طبعا الهرنيا اللي هتيجي فيها نتيجه ضعف المصل ديت. حلو، امتى تضعف المصل؟ يبقى في الراجل الكبير، واحد كبير، واحد كبير سهله يعني، واحد كبير يبقى كده الدايركت هرنيا بتيجي في الهاسلباخ ترينج في الراجل الكبير، في الهاسلباخ ترينج في الراجل الكبير. حلو، ليه سموها دايركت؟ لانها طلعت على طول، هي ضعف في مصل وطلعت، ضعف في مصل انتست راح جازق المصل الكونجوينت تنتون ديت وطلعت بره، بس دايركت. انما بقى هنا الاندايركت انجوينال هيرنيا سميناها اندايركت ليه؟ لان هي طلعت من الديب انجوينال ليجامنت وبعدين مشيت الحوادية بتاع الانجوينال كانال قاعده تحود يميل في شمال والجبن فوق والتحت وهوبا 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 وبعدين طلعت على السكين. لا دي مش سالكه، فاهم؟ طريقها مش سالك، طريقها مش دايركت، فسميناها اندايركت انجوينال هيرنيا. تمام تمام، حلو. فبكده ممكن افرق بقى، فاكر السكروتال سويلنج الديب انجوينال تيست كنا بنخلق بقى بروح جاي مرجع الهرنيا تاني في مكانها واروح جاي حاطط ايدي هنا، طب انا هعرف المكان ده منين؟ مش انا واخد لك بقى الاناتومي الميد بوينت اهو بتاع الانجوينال ليجامنت فوقها ب 2 سم
فوقها بنص انش اللي هو 1 سم يعني، هتلاقي فتحه. الفتحه ديت هي الديب انجوينال ليجامنت. رجع الهرنيا مكانها وقفل على الفتحه دي، وقفل على الفتحه، قول له كح. اول ما يكح لقيت الهرنيا طلعت يبقى هي دايركت. ليه؟ ما هو انت سديت مكان الاندايركت، مش هي الحته دي بيطلع فيها اندايركت، اروح جاي سديتها. مش بيقول لك الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح؟ انا هسد واستريح، رحت جاي سده، استريحت، سديت واستريحت، الحمد لله. يبقى هي ديت اندايركت. هقول له كح كح يا عم الحاج. الانتستين ما عملتش بروس وقاعده تخبط في ايدي، قاعده تخبط في ايدي، يعني عايزه تطلع، عايزه تطلع منين؟ من الديب انجوينال اللي كمان، يبقى هي اندايركت انجوينال هيرني. حلو. طب لو انا قفلت الحته ديت وقلت له كح، لقيت هوبا برضه في بروز قاعد يطلع لي في قاعد يطلع له في بطنه، طب البروز ده جاي له منين؟ يبقى اكيد هي مش اندايركت، يبقى اكيد هي دايركت. حلو 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 قوي. يبقى كده الانجوينال هيرنيا فيها اندايركت انجوينال هيرنيا هنا ودايركت انجوينال هيرنيا، بنفرقهم بالديب انجوينال ديس. بحط ايدي على الفتحه اللي بيجي منها الريح اللي هي الديب انجوينال ديس، لو استريحت يبقى ده اندايركت، ما استريحتش وطلع فيه بروز يبقى هيطلع اكيد، يبقى اكيد البروز ده هيطلع هنا، يبقى ده دايركت انجوينال. وقلت لك ليه التسميه هنا وهنا، ماشي. وبرده من خصائص الانجوينال هيرنيا اللي هي بتطلع فوق فوق اهي، فوق فوق الانجوينال ليجامنت. حلو. عشان هناخد تاني حاجه برده دلوقتي، اهوت الفيمورال هيرنيا هتبقى موجوده تحت، وده ديفرنشال دايجنوز. انا بديك بس ايه، بفتح لك دماغك على ما ناخد الهيرنيا. تمام. تعالى بقى نقرا كده كده كده، انت فهمت بقى خلاص، عارف بقى الحته ديت لو انا ما قلتش الكلام ده كله انت مش هتفهمها. تعالى بقى وبص بالراحه بقى، بص المارجن اوف ذا فلور اوف الانجوينال كانال، لا ده بيقول لك يعني الحته ديت الهاسل باخت ترينجل ديت ريفيل تو ذا مارجن اوف ذا فلور اوف الانجوينال. طب تعالى نشوف الفلور بتاع الانجوينال كانال كده، بص بص بص، ماني هو الفلور بتاع الانجوينال كانال؟ الحقيقه الحته سوبيريور، بص بص الكونجوينت، قال كونجوينت فاهم، فبيقول لك يعني الحاسه الباختر انجل ديت هي الحته الكونجوينت دي. تمام. اللي هي الحته دي، ثانيه واحده هجيبها لك في الصوره، اللي هي الحته دي، دي الحاسه الباختر انجل يا عم، اهي 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 ماشي. وادي الديب انجوينال رينج اهي، حلو حلو. وادي الحاسه الباختر انجل، مين الميديال ومين اللاتر؟ الحاسه الباختر اللي ميديال ولا الديب؟ لا الميديال هنا، فين السيمفيس بيو؟ السيمفيس بيو اهو ماشي، يبقى ده ميديال عندي، يبقى ده لاتر، يبقى الاندايركت هيرنيا هتطلع لاتر ولا ميديال؟ لا لا لاتر. طب الدايركت هيرنيا هتطلع ميديال؟ اقرا الكتاب يا عم اهو، ادي الهاسل باخت ريانجل ريفيرد تو الفلور بتاع الانجوينال كانال ماشي. الانفيريور ايبيجاستريك فيزل بيعدي سوبر سوبيريور لاترال، والريكتس تشيس ميديال زي ما انا قلت لك في الرسمه بقى خلاص، والانجوينال ليجامنت انفيريور ليه. دايركت هيرن هيجي الدايركت هيرن هيطلع منين؟ من الهاسل باخت ريانجل. الاندايركت هيرن هيطلع منين؟ من الديب انجوينال. هيطلع لاترال ولا ميديال؟ هيطلع لاترال. بس اقرا بقى انت خلاص كده فهمت. تمام. تاني ناخد بقى حاجه، ايه الحاجه اللي يعني اللي بتخلي الانجوينال هيرن مشهوره ان العضلات اللي موجوده هنا ضعيفه؟ ايه اللي بيخلي العضلات ضعيفه؟ اول حاجه بيقول لك ان العضلات بتاعه الابدومين ديت في حته الانجوينال ريجن ديت بيقول لك ضعيفه، ابو نيوروتيك كده وايه وضعيفه. تمام. تاني حاجه الانترنال اوبليج ماسل والترانسفيرس ابدومينس ماسل، مش دول بيعملوا قرش؟ اه القرش اللي هو ده اهو، مش ده القرش؟ القرش اهو، قرش اهو. بيقول لك ان القرش ده بيضعف المصل، بيخلي المصل تبقى ضعيفه. يعني تخيل كده انت مصل كبيره هي رحت جاي عامل فيها قرش ماشي، فاكيد هتضعف المصل. تمام. يبقى دي الحاجتين اللي بيخلي الانجوينال هيرني يعني مشهوره هنا، الويك بوينت يعني بتاع الانتيريور ابدومينال وول في الانجوينال ريجن، يعني يقول لك الانجوينال ريجن ايه الويك بوينت، يعني ايه اللي بيخلي العضلات ضعيفه؟ بيقول لك ان المصل في بتاع الابدومينال جوز اصلا ضعيفه هنا، ابو نيوروتيك هنا، وده بيخليها ضعيف. وبالمره ان الانترنال اوبليج والترانسفير ابدومينال بيعملوا قرش كده، قرش. تخيل كده في جدار، في باب، في باب مفتوح، فالجدار كده اي حد يعدي واي حد يخرج. طب تخيل كده الجدار مسدود ما فيهوش حاجه، هل حد هيعدي؟ لا. فهي دي الفكره، يعني يقول لك يعني القرش ده القرش ده يعمل كباب، باب حد يعدي وحد يخرج. تمام تمام. ايه هي البروتكتيف ميكانيزم؟ بس انا قلتها لك خلاص بقى دلوقتي، يعني ايه اللي مخلي يعني طب الانجوينال اريا ديت، انا قلت لك مناطق الضعف اللي ضعيفه. طب ربنا حاميها الحمد لله. تعال اول حاجه هي اوبليك الانجوينال كانال ديت اوبليك، تاني حاجه بقى الحاجات دي كلها. تعال
ايه الدعم يعني اللي مخلي الحته ديت برضو قويه؟ تعال، اول حاجه الاوبليجيتي، ادي واحد. تاني حاجه بيقول لك ان الترانسفيرسس فاشيا ديت بتبقى ضعيفه، بس بتبقى سترونج، بتيجي ورا ورا الكنال، بتبقى سترونج وقويه، تمام، عشان تبقى داعم سبورت يعني. تمام، ادي اتنين. تالت حاجه اوريها لك في الصوره اللي ورا ديت اهي. بص تالت حاجه دي، بص اهي، تعالى اوريها لك اهي، دي تالت حاجه برضو مخليه الفتحات ديت قويه الى حد ما. مش دي فتحه؟ حلو، الفتحه دي وراء، مش الفتحه دي المفروض يطلع منها الهرنيا؟ الفتحه دي وراء ايه؟ هتلاقي وراها الريفليكس، وراها حاجه اسمها الكونجنتنتال، وراها حاجه اسمها الفاشيا ترانسفيرساليس داعمينها سبورت. طب الفتحه دي مش دي فتحه؟ مش المفروض يكون في سبورت ليه؟ اه، هتلاقي من وراها، هتلاقي الانترنال اوبليه وهلاقي الاكسترنال اوبليه، تمام، بحيث يعني اللي ايه، في عضلات يعني مقواها من ورا، وعضلات من هنا ومن هنا، فاهم؟ فاهم. بس بعد كده بيقول لك ان الكونجوين تندون ديت لما تنقبض بتنزل لتحت، لما تنقبض تنزل لتحت كده، فبتقفل الرنج ديت، فبتخلي برضو فرصه حصول الهرنيا قليله، تمام. بيقول لك برضو فدي حاجه اسمها الشطر ميكانيزم. ففي حاجه كمان برضو الاكسترنال اوبليك ماسل، تقول لك الاكسترنال اوبليك ماسل الابنيوروزس ديت بتقفل لما تعمل كونتراكشن، لما تعمل كونتراكشن الابونيروس دي يقفل على الكنال، فبالتالي بيضيق الكنال، حاجه اسمها الفالف، فالف، تمام. بيقول لك كمان الكريماستريك ديت، اللي هي الكريماستريك ماسل ديت، الكريماستريك ماسل بتاع التستس، لما تيجي تنقبض بتطلع لفوق، بتطلع لفوق، فتسد الكنال دي، فتسد الكنال ديت، فبتخلي يعني ايه، كنال مقفوله، فبالتالي ما فيش هرنه تعدي فيه. فديت يعني السبورت في ميكانيزم يعني اهي ديت، والشطر ميكانيزم، فالف لارا، والكريماستريك اهي، والحاجات دي كلها. اخر حاجه بقى هي الفيمورال كنال. تعالى بقى ناخد الفيمورال كنال، ادي يا عم الانجوينال ليجامنت فوق ابدومين وتحت الصاي. تعالى بقى ننزل في الصاي هنا، بسم الله. بص يا عم، ادي الصاي، لقينا فيه هنا حاجه اسمها الفيمورال نيرف، جنبه الفيمورال ارتري، ده هنا من ناحيه لاترال طبعا، وهنا ناحيه ميديال، هنا الفيمورال ارتري، ثم ميديال ليهم الفيمورال ايه، فين. جنب الفيمورال فين لقينا فيه فتحه هنا تحت الانجوينال طبعا، ليجامنت تحت الانجوينال، لقينا فتحه هنا اهي، الفتحه ديت اسمها ايه، سميناها ايه، فيمورال كانال. ما هي الفيمورال كانال اهي، دي الفتحه بتاع الفيمورال كانال. الفيمورال كانال بيقول لك ان الفيمورال كانال اهي، حلو. ليه يعني، ليه الفيمورال كانال، ليه اتعملت؟ اقول لك اتعملت ليه. بص يا عم، مش ده نيرف وده ارتري وده فين، جنب الفين لقينا في فتحه اسمها الفيمورال كانال، لماذا؟ هقول لك، اجري، لما بتجري ايه اللي بيحصل؟ الفينوس ريتيرن بيكتر ولا بيقل؟ بيكتر. لما الفينوس ريتيرن يكتر ايه اللي هيحصل؟ الفين هيوسع. طب لما الفين يوسع لازم يلاقي مسافه او مساحه يوسع فيها، فعشان كده ربنا عمل الفيمورال فيمورال كانال. كانال ديت حته فارغه، بحيث ان الفين لما يجي يتمدد اثناء الفينوس ريتيرن يلاقي حته. طب اشمعنى الفين؟ لان الفين دي حاجه ضعيفه. طب ما الارتري، لا الارتري سميك يعرف يستحمل، تمام، انما الفين، تخيل كده الفين وراه ارتري، وتخيل كده الفين ما فيهوش سد، ما فيهوش فتح، ما فيهوش فيمورال ايه كانال كده، تخيل كده الفين ايه، انت بتلعب رياضه، يقوم الفين عايز يوسع ما عرفش يوسع، طب هيقاوم؟ مش هيقاوم عشان هو ضعيف، تمام، مش هيعرف يوسع، فبالتالي لا، ده كده كده الفين هيحصل له اوبستراكشن، ويحصل لك جنجرين، وانت اول ما تلعب كره هيحصل لك جنجرين. ايه ده بقى؟ لا، بص التفصيله البسيطه ديت ممكن تدمر حياتك، يعني انت متخيل؟ يعني التفصيله البسيطه ديت تاثر على حياتك، تخيل الكنال ديت، الحته النص سنت ديت لو مش موجوده انت كنت ممكن تموت، او تيجي لك باتري، نعمل لك باتري في رجلك، انت متخيل؟ الحمد لله يعني. تمام، ادي الفيمورال ايه تراينجل، تمام، ديت صوره، تعالى اوري لك كمان صوره، ادي الانجوينال ليجامنت اهي، ماشي، وتحته هلاقي في حاجه اسمها الانجوينال كانال، وطبعا هنا النيرف والارتري والفين. تعالى بقى الاناتوميكال سبلاي بتاع الاناتوميكال باوندريز بتاعته، فوق فوق هلاقي الانجوينال ليجامنت، ولاقوا ليجامنت تاني هنا اسمه حاجه اسمها الاليو بيوبيك ليجامنت، يبقى هنا في انجوينال ليجامنت، والحته البيضاء ديت حاجه اسمها الاليو بيوبيك ليجامنت، يبقى سوبيريور. ناحيه ميديال هلاقي حاجه اسمها اللاكيولار ليجامنت،
اللي انا قلت لك عليها فاكر، اللي جنب الانجوينال كانال، اللي احنا عملناها، اللي احنا عملنا له اناتوميكال بوزيشن تحت تحت الانجوينال كانال، تمام. طب هو ايه بالنسبه للفيمورال كانال؟ هو ناحيه مين يا لهو؟ لاكنر، تمام. تحت تحت هنا هلاقي في ليجامنت كده اسمه الكوبر ليجامنت، الكوبر ليجامنت. ناحيه لاترال، ناحيه لاترال هلاقي الفين، يبقى الفين لاترال فوق الاليوبيوبيك من ناحيه مين يا اللاكيولر؟ من تحت الكوبر ليجامنت. ايه باخد الفيمورال كانال؟ لان في بيحصل فيه فيمورال هيرني. لما ناخد بقى الفيمورال اقول لك بيطلع منين؟ بيطلع من الفيمورال كانال. الفيمورال كانال ده تعرفها منين؟ من تحت الانجوينا ليجامنت. يبقى بس كده اقف لهنا، ادي الانجوينا ليجامنت. لقيت في بروز طالع هنا تحت الانجوينا ليجامنت، ما تفكرش ده فيمورال. طب لقيت لي في بروز طالع فوق، ما تفكرش ده انجوينا. بس في فرق، عايز تتفرق ان دايركت ولا اندايركت؟ نعمل ديب انجوينا تيست ونشوف. بس دي اساسيات يا عم الايه الهيرن. تعالى برضو نقرا برضو الفيمورال كانال اهوت. الباوندريز اهو، اهي اول حاجه اليو بيوبيك تراكت اللي هي انتيريور، اللي هي الحته ديت اهيت، اهي اهي ماشي ماشي. بعد كده الكوبرز ليجمنت بتبقى وراها، بعد كده الفيمورال فين بيبقى لاترال ليه، تمام. البيوبيك تيوبيركل بيقول لك فورم الايبكس بتاع الفيمورال ايه كانال اهي يا عم. مش هنا في بيوبيك تيوبيركل؟ هنا الحته ديت هنا البيوبيك تيوبيركل ميديال اهي، معلش بيوبيك تيوبيركل اهو، معلش. ما هو الانجوينال كانال اهو ماسك في السيمفيز بيوبيس، الانجوينال كانال ماسك على البيوبيك تيوبيركل. ده هنا البيوبيك تيوبيركل ماشي. البيوبيك تيوبيركل بيبقى ايبكس في الايبكس اهو، تمام تمام. بعد كده البيوبيك تيوبيركل بيكون الايبكس اهوت والفيمورال هيرنيا كورس روز سبيس اهي، الحمد لله تمام تمام. طبعا ميديال للفيمورال فيزل، ميديال اهو الفيمورال. تعالى بس اشيل لك الحتة ديت، فين ال فين الانجوينال كانال اهي، الانجوينال كانال اهي حلو. فوق هنا الايبكس مين اللي بيكونها؟ البيوبيك تيوبيركل ماشي. ادي انتيريور وادي بوستيريور وادي بس البيوبيك تيوبيركل فوق في الايبكس اهوت، وادي الاليوبكتينيال ليجامنت ده انتيريور، وادي الكوبرز ليجامنت بوستيريور، واللاتر طبعا الايه الفي، تمام. لو هنا في هنا في هيرنا طلعت من هنا هتبقى ايه؟ ميديال للفيمورال ايه؟ للفيمورال فين والفيمورال فيزل، تمام تمام. إيه تعالى ناخد بقى اخر حاجه الحمد لله. بص يا عم انا جايب لك صوره، انا عايز اعرف ايه الهيرنا دي بالراحه. ادي الانجوينا اللي جامد اهي، حلو حلو حلو. الحته ديت طالعه فوق الانجوينا اللي جامد، يبقى البروس طالع فوق الانجوينا اللي جامد اهو، اهو حلو. يبقى كده هو ايه؟ انجوينا الهيرني. هو دايركت ولا اندايركت؟ ادي ادي الديب انجوينال رينج اهوت، وادي الهاسلباخ تراينجل، حلو. بص الكلكاع هيمن اصلا، اصل الكلكاع فين؟ في الهاسلباخ تراينجل، يبقى ده دايركت انجوينال هير، تمام. ادي الانجوينال ليجامنت، حلو، وادي الهاسلباخ تراينجل ماشي، وادي الديب انجوينال لينك ماشي. لقيت في بروز فوق الانجوينال ليجامنت، يبقى هو انجوينال ايه؟ هيرني، حلو. اصل الانجوينال ليجامنت فين؟ بص 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 امشي معاها، امشي معاها هتلاقي، بص 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 طالع البروس طالع منين؟ طالع من الديب انجوينال ايه رينج. يبقى دي اندايركت انجوينال رينج، حلو. ادي الانجوينال ليجامنت، بس ما تفكرش تحت في بروس تحته، يبقى ده الفيمورال على طول وميديال تو الفيزل اهي، تمام. بس يعني كده انا خلصت الهيرنيا. بعد كده بقى الفيديو الثاني بقى هنبدا بقى في الهيرنيا وانواعها والكلام ده كله ماشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.